اهلا بيكم في قناة قصص وحكايات نور. قبل ما نبدأ حكايتنا بتمنى تفعلوا الجرس على الكل وتدعمونا بلايك، وفي البداية هنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم. وفي يوم تاني جديد في بيت الحاج عسام، صحى هشام وقال لهم ان في رسالة جايله من المجهول وانه خايف قوي. وبعدين نور راحت على المستشفى الجديدة وتأقلمت على زمايلها الجداد، لكن محدش كان بيرحب بيها قوي عشان هي حفيدة الحاج عزام المهدي. وبعدين جالها حالة طوارئ وكانت لازم تدخل العمليات وتعمل العملية، وبعد ساعات كتير والعملية الحمد لله عدت على خير، طلعت وشافت لينا في وشها، وده الكلام اللي دار بينهم. نور سألتها ايه ده يا لينا، انت هنا من امتى وايه اللي جابك المنيا؟ مش انت رفضتي تنزلي؟ لينا قالت لها بكل غل، انا شايفه انك ما شاء الله يعني من اول يوم كلت الجو في المستشفى والمستشفى كلها بتحكي عنك يا دكتوره نور. قالت لها نور انت بتقولي ايه، بتقولي ايه يا بنتي، ما ده شغلي اصلا، ولا هفكرك يعني. قالت لها انت جيتي مع مين؟ قالت لها لينا بغل زايد، جيت مع جوزي فهد زين الوراقي. ردت نور وقالت لها ايه ده، انت اتجوزتي؟ الف مبروك والله. قالت لها لينا الله يبارك فيكي. وبعدين قربت منها قوي وقالت لها في ودنها، خديها حلقه في ودنك يا نور، المستشفى دي ملكي ومفيش حد يقدر يقرب منها غيري، تمام؟ انا هنا من قبلك ومحدش يقدر ياخد الجو مني، ومش هيبقى في المانيا وهنا كمان. قالت لها نور باستحقار، زي ما انت يا لينا والله، مش هتتغيري ابدا. وبعدين مشت وسابتها. وبعدين بالليل لما نور روحت كانت هلكانه وطلعت عشان تنام الكام ساعه اللي هتريحهم دول، وفضلت تفكر في حازم من ساعه ما عرفت ان هي عندها ابن عم، وهي مشتته عايزه تشوفه باي شكل. وفي يوم جديد في بيت الحاج عزام، كان مريم وجودي ومازن وهشام خلاص راجعين على مصر تاني، وكان شهاب بيوصي هشام ومازن وبيقول لهم خلي بالكم من البنات كويس، انتم عارفين الخطر اللي احنا فيه، وكلها اسبوعين والامتحانات تخلص وبعدين هترجعوا تاني، وهنصفي كل الشغل اللي في القاهرة وهنستقر في المنيا. بعدين في بيت فهد ولينا، فهد بيقول للينا مالك يا لينا، وشك متغير ليه كده؟ قالت له لينا البت اللي اسمها نور دي يا فهد واكلة دماغ كل اللي في المستشفى، هطق منها هطق. قال لها فهد طب ابعدي عنها. قالت له ليه ان شاء الله، وهي احسن مني في ايه؟ قال لها ابعدي عنها وانا هعمل كل حاجة وهتصرف. قالت له لينا ماشي يا فهد لما نشوف، لكنها كان عندها شك في كلامه يعني، ما كانتش متأكدة منه. وبعدين في بيت زين الورائي، قاعد هو ومراته فاطمة ولينا مرات فهد، ولينا بتقوله هننفذ امتى بقى يا زين بيه، انا شاكة في فهد قوي ومش ضمناه خالص. زين قال لها وانا واخد احتياطاتي كويس قوي يا لينا، ومستني البهوات اللي في مصر دول عشان اخلص عليهم كلهم. لكن اتكلمت فاطمة ام فهد بخضة وقالت له نعم، يعني ايه ابني هتعمل فيه ايه يا زين، كله الا ابني، والله في سماه لو حد قرب منه هقتله. قال لها زين اسكت انت بقى، انا عارف انا بعمل ايه. وفي يوم جديد فهد اتصل على حازم وقال له خلي بالك من نفسك يا حازم، بابا مش ناوي على نية كويسة، ده عايز يقتلك، واللي قالت لي كده امي بنفسها. قال له حازم ما تخافش يا فهد، انا واخد احتياطاتي كويس قوي، سلام دلوقتي. وبعدين في بيت الحاج عزام، نور صحت على خبر ان هشام هيطلب ايد مريم، وان خلاص حازم ابن عمها جاي البلد تاني، وخلاص اخيرا هتشوفه بعد سنين كتير. وبعدين نزلت وروحت على شغلها، ولما رجعت بالليل لقيت حازم في القصر وقالت له ايه ده، انت بتعمل ايه هنا وايه اللي جابك في قصر جدي؟ رد حازم وقال لها انا كمان في قصر جدي برضو. قالت له نور في قصر جدك مين؟ جدك مين يا اخويا يعني؟ قال لها حازم جدي الحاج عزام المهدي. قالت له وانت ليه ما تقوليش من الاول انك حازم ابن عمي، وليه خبيت عني كل الفتره دي؟ قال لها حازم حاضر نتغدى بس وهحكي لك على كل حاجه بالتفصيل. بعدين في مكان تاني عند زين، وكان بيتكلم مع شخص مجهول وبيقول له احنا هننفذ النهارده. قال له زين وانت عرفت منين انهم حضروا كلهم؟ مش يمكن بيعملوا كده عشان يعملوا تمويه؟ قال له الشخص المجهول لا عيب عليك يا زين باشا، احنا مش بنلعب، احنا بندرس كل خطواتنا قبل ما نتحرك من مكاننا. وقالت لينا انا هكون معاكم في الخطه دي عشان اشفي غليلي منها، وبما ان فهد بعنا يبقى انا اللي هكون مكانه، وقولولي انتم عايزين ايه وانا هنفذ بالحرف الواحد.
وبدأوا يحطوا الخطة اللي هيدخلوا بيها قصر الحاج عزام. وبعدين في قصر الحاج عزام مازن قال لحازم يلا طلع المفاجأة بتاعتنا. وفي الوقت ده ظهر حازم المفاجأة اللي صدمت الكل، وهي زين الورقي. شهاب كان مستغرب وبيقول ايه ده، انت ازاي عايش يا زين؟ وطبعا لبنى كانت متنحة ومصدومة ومش فاهمة اي حاجة. وزين بيقول انت جايبني هنا ليه يا ابن المهدي؟ ها تعرف انا هقدم فيك بلاغ وهقول انك جبتني وخطفتني من بيتي من غير اي سبب. جوزي وهي بتعيط عمالة تقول بابا حبيبي انت عايش وحشتني قوي، لكن رد عليها وقال لها بس ما تتكلميش، انت اكتر حد انا بكرهه في الدنيا، فما تتكلميش ولا تقولي لي بابا دي تاني ابدا. هشام هنا اتكلم وقال ويا ترى سياده الوالد بيكرهنا ليه بقى؟ قال له زين يا فهد انت ابني من صلبي، تعال خلصني منهم بقى. لكن كمل هشام وقال له انت ما فكرتش انك عندك عيال قبل كده ينفع تجاوبني؟ قال له زين دول كدابين، انا ما قلتش حاجه ولا اتكلمت في حاجه. اتكلم شهاب وقال كفايه كدب بقى، انت مش معقول تكون اب اصلا. وبعدين كل كان مصدوم من وجود فهد كمان ومعاه لينا وبتقول له سيبني انت جايبني هنا ليه؟ قال لها فهد اهدي نصيبك لسه ما خلص يا محترمه. وبعدين كمل حازم وقال يا فهد جبت اللي قلت لك عليه؟ قال له فهد ايوه، وجبت كمان اللابتوب معايا وسماعات عشان اسمعكم التسجيلات بتاعت زين. بص له زين وقال له انت يا فهد تعمل فيا كده؟ ده انا ابوك. قال له فهد ابويا؟ ابويا ازاي يعني؟ اللي يخلي ابنه يعمل مصايب ويحاول يقتل اخته ويخليها تفقد عز ماليها، واللي يحاول يحرق قلب اخوه على حبيبته. ايوه يا زين ما تستغربش، انت اتكشفت وانا كشفت العابك القذرة، انا ازاي كنت غبي كده عشان اصدقك وكون زي الآلة ما بعملش حاجة غير الانتقام بتاعك واللي بتطلبه مني. كمل زين وقال له يعني انت اتحالفت مع عدوي ضدي يا فهد؟ قال له فهد انت السبب، انت اللي استغلتني انت وست زفتة دي، والتسجيلات دي هتوديكم في داهية. اتكلم مازن وقال له اتكلم مازن وقال كده بقى مفيش فايدة من الانكار، بس اللي عايز اعرفه انت ليه بتكره جدي كده وبالذات عمتي؟ قال له زين انا بكره عيلة المهدي من زمان، دايما مترابطين مع بعض، وعمتك بكرهها قوي لانها خلفت مني، انا ما كنتش عايز منها عيال اصلا وكنت هطلقها، انا اتجوزتها عشان ارضي اهلي بس، وبالنسبة للانتقام من اختك نور علشان مراتي هي اللي تبقى عمتك واللي هي تبقى بنت اخت جدك، عايزة تنتقم من شهاب لانه سابها وتجوز امنية، وهي دي كل الحكاية. لكن هنا لبنى راحت قدامه وقالت له انت انسان خسيس وحقير، ازاي حبيت واحد زيك؟ انت مكانك السجن واولادي دول برقبتك يا زبالة، ومحدش ابدا محدش هيقدر يكسر عائلة المهدي ولو كان مين، وحطها حلقة في ودنك. الكل كان مستغرب من لبنى ومن اسلوبها اللي اتكلمت بيه، لان هي في العادي هادية جدا. وبعد كده حازم طلب لهم البوليس، لكن لينا وهي ماشية برضو ما بطلتش حكت وغل من جواها، وقالت لنور ما تفرحيش قوي يا نور، هيجي يوم وهكسرك فيه. بصت لها نور وقالت لها اليوم ده هيجي فعلا، بس هتكوني مدفونة مكانك، يلا امشي يا معفنة انت من هنا. وبعدين كلهم طلعوا البوكس والكلبشات في ايديهم، وبدأ مازن يقول خلاص الحمد لله كده استريحنا بقى. وكمل الحاج عزام وقال مفيش حد يقدر يكسرنا يا ابني، بس اللي انا معرفوش انت دخلت شرطة ازاي يا حازم؟ قال له حازم انا دخلت الهندسة علشانك يا جدي وعلشان بابا، ودخلت شرطة بعدها عشان انا بحبها. بعدين نور سألته طب بالمناسبة بقى مين الأسطورة ده؟ قال لها حازم الأسطورة ده هو أنا، استخدمت الاسم ده علشان تمويه مش أكتر، وعلشان جدك ما يعرفش إني أنا اللي بدخل معاه الصفقات يا نور. كمل الحاج عزام وقال له ومين قالك إني مش عارف إنك الأسطورة؟ قال له حازم يعني إيه يا جدي؟ قال له أنا جدك يا ابني وأعرف عنك كل حاجة من قبل ما تتكلم أصلا. وبعدين فهد كان خلاص بيسلم عليهم ومشي، لكن جودي وقفته وقالت له انت رايح فين يا فهد؟ قال لها فهد انا ماشي واسف يا جودي على كل اللي انا عملته فيكي. قالت له جودي وهي بتضحك انت عملت ايه اصلا يا راجل؟ انت قولي بقى ان انت مش عايز تقعد، ان انت خايف بس ان انا اهريك رغي من بتاعي. فهد فضل يضحك
وقال لها لأ والله مش كده، بس أنا مش عايز أسبب لكم أي حاجة تاني. لكن هشام قال له لا 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 بقى، أنا بقى يبقى عندي أخ ومعرفش، وأنا أقول شفت الشكل ده فين، أدريك طلع شبهي. بعدين لبنى راحت له وقالت له أيوة يا ابني أنت بقيت واحد مننا خلاص، مش مهم أنت مين، المهم أنت إيه ولا إيه يا بابا. سكت الكل وفضل يبص للحاج عزام، وبعدين قال الحاج عزام مفيش حد من عيلة المهدي يخرج من بره القصر ده. وده كان رد واضح وصريح إن الحاج عزام بيعترف بفهد إنه من عيلة المهدي. وبعدين اتجمع الكل وقعدوا مع بعض، بس كان فضل جزء مكسور في جودي وهشام من باباهم واللي عملوا فيهم. بس دي كانت مهمة مازن ومريم إن هما لازم يخرجوهم من الحالة الصعبة دي. وبعدين حزم طلب من جده الحاج عزام إن هو عايز يتجوز نور، وبدأ بقى كلهم يتكروا ورا بعض، وبدأ هشام يطلب إيد مريم، وبعدين اتجرأ مازن وطلب إيد جودي، وكلهم احتفلوا بالفرح في نفس اليوم وعاشوا حياة سعيدة واتجمعوا مع بعض كلهم من غير قلق ولا خوف. وزين الوراقي ومراته برغم اللي هم عملوه طول حياتهم وبرغم إن هم اتعاقبوا عليه في وقت متأخر، لكن مهما عدت السنين لازم تبقى عارف إنك مهما كنت بتأذي في الناس ومهما كنت بتوجعهم إن هيجي يوم وهتتحاسب عليه حتى لو الوقت كان متأخر.